بيبدأ المسلسل سنة 2021 في مدرسة ثانوية بمجموع طلاب، وهم فيكتور وسام وبلال ورومان، وبيكونوا بيتصوروا الصورة الوداعية للمدرسة. وبعد المدرسة هم في الطريق لبيتهم بيخططوا انهم يحتفلوا بعيد ميلاد بلال في عنبر مهجور بعيد عن المدينة، وبيروحوا كلهم على بيوتهم عشان يجهزوا للحفلة. وسام وفيكتور بيروحوا مع بعض لانهم اخوات ولكنهم مختلفين عن بعض. فمثلا فيكتور بيحب المقالب فدايما بيتعاقب من ابوه وامه، وفي مقلب من المقالب بتاعته كان هيولع في اوضه سام ويقتله، وده بيخلي ابوه وامه يحبوا سام اكتر منه ودايما بيفضلوه عنه لان هو دايما بعيد عن المشاكل. وفيكتور بيعاني من ده وبيكره ابوه وامه بسبب عقابهم ليه. اما بلال فهو اشطر ولد في المدرسة ودايما بيطلع الاول، علشان كده صوفيا امه بتحبه وبتعمل له كل اللي هو عاوزه بعد ما بتخلص شغلها في مختبر التجارب، وده لان صوفيا بتشتغل عالمة فيزيائية في مختبر التجارب. ورومان عايشة مع امها واختها كاميل، وده بعد ما طلقت امها من هارفي ابو كاميل. وبتكره رومان جزء امها جدا بسبب ادمانه على لعب القمار. واخر اليوم بيتجمع الاطفال في العنبر المهجور على طرف المدينة، وهناك بيبدأوا الاحتفال بعيد ميلاد بلال وبيكونوا مبسوطين جدا. وفي نفس الوقت ده بتتم تجربة في المفاعل النووي في مختبر التجارب اللي في المدينة، ولسوء حظهم بيحصل غلطة في تشغيل المفاعل فبتنقطع الكهرباء عن المدينة كلها. وبمجرد ما بترجع الكهرباء بيلاقي سام ان كل اصحابه اختفوا، وفجأة بيظهر شخص تلاتيني والشخص ده هو بلال، لكنه بيكون كبر في السن فبيتخض سام وبيهرب بسرعة. ولما بيرجع البيت بيحكي لأهله عن اللي حصل وبيبلغوا الشرطة، فبتتصل الشرطة بباقي الأهالي عشان يستجوبوهم. في الوقت اللي بتكون فيه صوفيا طالعة من شغلها وبتلاقي بلال مستنيها في العربية، لكنها ما بتتعرفش عليه لأنه بيكون كبير في السن، وبتفتكر إن هو حرامي فبيهرب بلال بسرعة. وتاني يوم بيروح بلال لبيت سام وبيثبت له إن هو صاحبه بلال، فبيتصدم سام من السرعة اللي كبر بيها بلال وبيسأله عن باقي أصحابهم، لكن بلال بيكون فاقد الذاكرة ومش فاكر أي حاجة، لكنه فاكر إن في طفل اسمه هوجو اختفى في نفس الظروف اللي هم اختفوا فيها. وتاني يوم بيروح سام وبلال لبيت أبو هوجو وبيسألوه عن سبب اختفاء ابنه من 14 سنة، وبيكتشف سام إن هوجو اختفى بسبب غلطة في تشغيل المفاعل، واختفى في نفس المكان اللي عند العنبر المهجور اللي اختفى عنده رومان وفيكتور. وبنعرف بعد كده ان فيكتور اتنقل لعالم موازي هو ورومان، وفي العالم بتاعهم سام وبلال هما اللي اختفوا. ولما بيرجعوا لاهلهم بيبلغوا الشرطة عشان يحققوا في الموضوع، وبيفضل ابو فيكتور وامه شاكين ان اللي حصل ده مقلب من مقالب فيكتور، وده بيضايق فيكتور جدا لان هما مش مصدقينه، وكمان بيحملوه مسؤولية اي حاجة بتحصل لسام. وعشان يبعدوه عنهم بينقلوه المدرسة داخلية في مدينة تانية. وبيعدي بعد كده على فيكتور 4 سنين في العالم الموازي اللي هو فيه مع رومان، وطول ال4 سنين بيدور على السبب اللي خلاهم يتنقلوا للعالم ده، وبيقدر يوصل ان في اكتر من حالة اختفاء حصلت في نفس الوقت اللي كان بيتجرب فيه المفاعل النووي، زي الطفل هوجو اللي اختفى من 14 سنة في نفس اليوم اللي اتجرب فيه المفاعل النووي. والحسن حظ فيكتور ان المفاعل هيتجرب مرة كمان السنة دي، فبيقنع رومان انهم يسافروا عبر الزمن ويرجعوا للعالم بتاعهم. وعلى الرغم من خوف رومان من التجربة الا ان هي بتوافق عشان تمنع موت امها واللي تسبب فيه هارفي جوزها، وبيستنوا وقت تجربة المفاعل وبيرجعوا للعنبر المهجور. ولما بتحصل التجربة بينجح فيكتور ورومان انهم يرجعوا للعالم اللي موجود فيه سام، ولانهم مش هيعرفوا يتصرفوا لوحدهم بيروحوا لصوفيا ام بلال وبيحكوا لها عن اللي حصل يوم عيد الميلاد وبيقولوا لها انهم جايين من المستقبل. فبتفتكر صوفيا الشخص اللي كان معاها في العربية وبتتأكد ان هو بلال ابنها. وتاني يوم بيتجمعهم صوفيا في البيت عندها وبيبدأوا يدوروا على حل للي حصل، فبيقول بلال ان هي ممكن تستغل التجربة اللي هتحصل في المفاعل وتنقلهم كلهم لسنهم الطبيعي في نفس المكان، ولكن الموضوع مش بالسهولة دي لان اللي حصل لهم كان بسبب غلطة في تجربة المفاعل. واثناء ما بتشرح لهم صوفيا الحل اللي ممكن يلجأوا ليه بيخبط ضابط الشرطة على الباب، فبتفتح له صوفيا وبتشرح له كل حاجة، فبيقرر يتعاون معاهم وبيتنقلوا كلهم لبيت جدة سام عشان يستخبوا هناك من الشرطة. واول ما بتمشي صوفيا بتروح رومان تطمن على امها واختها، وبيفضل فيكتور وبلال في البيت. وهنا بيكتشفوا ان فيكتور عنده قوة خارقة وان هو اكتسب القوة الخارقة دي من سفره للعالم الموازي، وان هو ما بيقدرش يتحكم فيها الا وهو متعصب، فبينبهر بلال وفيكتور بالقوة دي لكنهم برضو بيخافوا لان هي ممكن تأذيهم. وتاني يوم بتقول لهم رومان ان هي قررت تخطف اختها كاميل من هيرفي عشان لو امها ماتت جوز امها هيرفي هيستغل كاميل ومش هيهتم بيها، فبيقرر سام وبلال انهم يساعدوها وبيروحوا لبيت هيرفي. وبمجرد ما بيخرج من البيت بتدخل رومان وبتحاول تقنع كاميل تهرب معاها، وقبل ما يطلعوا من البيت بيلاقوا ان هيرفي رجع على البيت، فبيهجم عليهم هيرفي عشان يمنعهم يخطفوا كاميل وبيضربهم كلهم وبيوقعهم على الارض،
وبيحاول يخنق رومان، لكن فجأة بيظهر فيكتور وبيستخدم قوته الخارقة، وهو بيخلي هيرفي يكبر في السن حوالي 30 سنة، وبيهربوا كلهم من البيت قبل ما توصل الشرطة، وبياخدوا معاهم كاميل. وتاني يوم بيروحوا للضابط ريتس عشان يحقق في اللي حصل، وهناك بيتصدم ريتس لانه قابل هيرفي من فتره كبيره وكان اصغر في السن، ولما بيسالوا عن اللي حصل بيكون هيرفي مش فاكر ملامح الشخص اللي عمل فيه كده. وتاني يوم بيروح فيكتور لابوه وبيشوف ان ابوه اتخطى اختفائه ومش مهتم ان ابنه مش موجود، عشان كده بيقرر ان هو ينتقم من ابوه وامه وسام في الوقت اللي بيلاحظ ابوه وجوده قدام الشركه. ولما بيطلع بيتهجم عليه فيكتور لكنه بيهرب قبل ما يقبض عليه الامن. وفي الوقت ده بتروح صوفيا للعنبر عشان تعمل تجربه، وبتكون تجربه شبه تجربه المفاعل النووي عشان تكتشف اللي حصل لابنها واصحابه. وهناك بتلاقي رساله مكتوب عليها اسمها فبتاخدها وبترجع البيت، وبتلاقي فلاشه في الرساله دي موجود عليها فيديو لصوفيا سنة 2035، وده الوقت اللي قرر فيه بلال يرجع بالزمن عشان ينقذ أصحابه. فبتحذره صوفيا من فيكتور وبتقول إنه هو عنده قوة خارقة خطيرة، وبسبب قوته الخارقة دي قتل سام أخوه قبل ما يتنقل معاهم للعالم الموازي. وهو فضل حزين على أخوه وقرر إنه مش هيتنقل معاهم للعالم الموازي، وبكده بلال ورومان بس اللي وصلوا لسنة 2035. وبتقولها إن بلال هو اللي عارف الطريقة اللي هتنقلهم كلهم للمستقبل. فبتروح صوفيا مع بلال عند الدكتور عشان يحاولوا يخلوا بلال يسترجع ذاكرته، لان قدامهم كام ساعة على تجربة المفاعل النووي، ولازم بلال واصحابه يكونوا في العنبر المهجور في الوقت ده. فبيسترجع بلال جزء من ذاكرته وبيفتكر ان هو اتنقل عالم موازي هو ورومان، وفي العالم اللي اتنقل ليه بلال كان فيكتور وسام اختفوا. وبيكبر بلال وبيعترف لرومان بحبه وبيتجوزها وبيخلف منها طفلين، وبينجح جدا في شغله ولكنه ما بيقدرش يتخطى اختفاء سام وفيكتور في عيد ميلاده. فبيكتشف طريقة يرجع بيها للزمن حفلة عيد ميلاده، وفجأة هنا بيوقف الدكتور جهاز انعاش الذاكرة علشان لو فضل شغال وقت اطول من كده هيموت بلال، وبيقول ان هو هيستعيد ذاكرته تدريجيا وممكن يستعيدها في شهور او في ساعات. فبيرجع على البيت مرة تانية وهناك بيصرح رومان بحبه ليها، وبيقول لها ان هو اتجوزها في المستقبل وخلف منها طفلين، وبيقول لها ان هو كان بيحبها من وهم اطفال لكنه ما قدرش يعترف لها بده بسبب حبها لسام. فبتقول رومان ان هي كمان بتحبه، وبيخرجوا مع بعض برا البيت. وبتكتشف رومان في الوقت ده ان هي عندها قوة خارقة هي كمان، وان هي بتقدر توقف الزمن او تسافر عبر الزمن لمسافات قصيرة. فبيتبسط بلال جدا بالقوة الخارقة اللي اكتسبتها رومان، وبيرجعوا كلهم على البيت مرة تانية عشان يكملوا بحثهم عن طريقة يرجعوا بيها لسنهم الطبيعي. فبيروح بلال ومعاه صوفيا لمعمل التجارب عشان يكتشفوا السبب اللي رجع بلال من المستقبل. وهناك بيفتكر بلال الطريقة اللي هتخليه يعدل في تجربة المفاعل ويرجع كل حاجة لطبيعتها، وبيمشي من المعمل بسرعة قبل حد يكتشف وجوده. فبيتجمعوا مره تانية وبتطلب صوفيا من الضابط ريتس ان هو يحتفظ بسام في السجن عشان تمنع فيكتور ان هو يقتله لحد ما عاد تجربه المفاعل. وفي الوقت ده بيكون فيكتور بيحاول يستدرج ابوه وامه لبيت جدته، فبتروح لرومان وبتحاول ان هي ترجعه عن اللي في دماغه لكنها بتفشل، وبتهرب منه قبل ما يأذيها بقوته الخارقه هي كمان. وبتروح بسرعه على المستشفى اللي فيها امها وبتسيب لها كاميل عشان في وقت التجربه مش هينفع تكون معاها. في الوقت ده بيروح فيكتور لمركز الشرطه وبيستغل قوته الخارقه عشان يهرب سام، وبياخد سام معاه لبيت جدته. وهناك بيتصل بابوه وامه وبيخليهم يروحوا على بيت جدته، واول ما بيوصلوا هناك بيبدا فيكتور يتعصب عليهم بسبب عقابهم الدائم ليه، وبيقول لهم ان هم السبب في كل اللي حصل، وبيحكي لهم عن اللي عملوه معاه في العالم الموازي اللي اتنقل ليه، لكنهم مش بيكونوا عارفين حاجه عن الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، وده اللي بيضايقه اكتر. فبيحاول سام ان هو يهديه لان ابوه وامه خايفين منه. فبيقول له فيكتور ان هو كمان السبب لانه دايما الابن المفضل ليهم، وبيتمنى فيكتور لو كان هو الابن الوحيد عشان ما يتعرضش للتمييز ده بينه وبين اخواته، وبسبب عصبيته الزياده دي بيبدا يفقد السيطره على قوته، وبيكون هيتسبب في موت سام وابوه وامه. في الوقت ده بيفتكر بلال السبب اللي خلاه يرجع من المستقبل، وهو انه يمنع فيكتور من قتل سام. فبيروح بلال بسرعة على بيت جده سام، وبيكون معاه رومان وصوفيا وريتس عشان يوقفوا فيكتور، وهناك بيتفقوا انهم هيعطلوا فيكتور لحد ما يهجم عليه ريتس ويمنعه يستخدم قوته. فبيدخلوا كلهم للبيت وبيحاولوا ينفذوا خطتهم، لكن بيكتشفهم فيكتور بكل سهولة، وبيبدأ فيكتور يقول لهم ان اصحابه اللي واثق فيهم طلعوا زي اهله، وبيقول ان كل الناس بتكرهه ودايما هو اللي بيتحمل مسؤولية اي حاجة وحشة.
بيحصل. فبيقول له بلال ان في العالم اللي هو اتنقل ليه هو ورومان اختفى هو وسام، وبيقول له ان السبب في ده ان فيكتور استخدم قوته وقتل اخوه. فبيتعصب فيكتور اكتر من اللي بيسمعه، وبيلوم نفسه لانه دايما بيكون السبب في كل حاجه وحشه بتحصل، وبسبب لوم نفسه بيستخدم قوته على نفسه، وبيتسبب في ان هو بيكبر في السن اكتر من 40 سنه، وبيهرب بسرعه من البيت لان شكله بقى عجوز، وعشان يمنع الاذى عن اصحابه واهله. فبتستخدم رومان قوتها الخارقة وبتوقف الزمن وبتجري ورا فيكتور، وبتنجح في ان هي توصل له هي وبلال وسام، وبيعتذروا له على كل اللي حصل. وبمجرد ما بيعتذروا له عن كل اللي مر بيه بيفرح فيكتور وبيرجع لشبابه مرة تانية. وبعدها بيروحوا كلهم للعنبر المهجور لان معاد تجربة المفاعل قربت، وهناك بتودعهم صوفيا وبتسيب معاهم رسالة لنفسها عشان لما يرجعوا في الزمن تعرف كل حاجة حصلت. وبعد انتهاء تجربة المفاعل النووي بيرجع الاطفال لسنهم الطبيعي، وبتنجح التجربة، وبيكونوا في حفلة عيد ميلاد بلال، وبيعترف سام بحب الرومان، وبيكون بلال بيحب رومان لكنه بيكون مش قادر يعبر لها. وبعد العيد الميلاد بيرجع كل واحد منهم على بيته، وتاني يوم بيروحوا كلهم للبيت بتاع بلال، وهناك بتديله أمه هدية عيد ميلاده، وبمجرد ما بيفتحها بيفتكروا كلهم كل اللي حصل، وبيفتكروا التجربة اللي رجعت لهم حياتهم الطبيعية. فبيروح كل واحد فيهم على بيته عشان يلحق الأحداث السيئة قبل ما تحصل. فبتحاول رومان تقنع أمها إن هي تطرد هارفي لان هو مدمن على لعب القمار وهيكون السبب في موتها. اما فيكتور اول ما بيوصل البيت بيستقبله ابوه وامه، وبيفضلوا يعنفوه عشان رجع البيت متاخر، وبيقولوا له ان هو هيروح لمدرسه داخليه عشان يكون بعيد عنهم. فبيسمعهم سام وبيرجع يدافع عن اخوه وبيمنع ابوه وامه انهم يبعتوا اخوه للمدرسه الداخليه، وده هيمنع فيكتور في المستقبل ان هو يكره اخوه. وفي الوقت ده بتكون صوفيا بتفتح الرسالة بتاعتها اللي جاية لها من المستقبل من نفسها، وبتعرف من الفيديو ان الاطفال دول اتنقلوا لعوالم موازية، وبتعرف كل الاحداث اللي مروا بيها، وبتعرف كمان اللي حصل لها في حياتها الشخصية في المستقبل عشان تغيره، وبتعرف ان هي هتتجوز الضابط ريتس، وان بلال ابنها هيشتغل معها في المعمل بعد ما يثبت نفسه في مجال الفيزياء وهيتجوز من رومان. فبتنصدم صوفيا من كل المعلومات دي لان صعب عليها تستوعب كل المعلومات دي مرة واحدة. وبيخلص المسلسل.